ضوء على هذا الموضوع نستضيف لكم الليلة المدير العام للمعادن السيد أحمد الطالب محمد. السيد المدير، نبدأ معكم من حيث انتهى هذا العنصر. قصة الذهب لم تعد مجرد إشاعات، ماذا عن حقيقة وجود الذهب في بلادنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذهب، الناس اللي تبحث عن في الوقت الحالي تبحث عن معادن الذهب الحر، يعني الذهب اللي ما تلف الصخور الأولية، يترسب ويعود ينجبر بكميات صغيرة، يغير بكمية بصفة عشوائية، وفي بعض المناطق المتفرقة. إذا هذا مولي نختار نشير لأنه الجمهور اللي أصلا يالت يعود يزاول هذا النشاط له، يالت يعود إما نشاط موسمي ما هو رجال شغلته كاملة ذه، والله بالنسبة للناس اللي عاطلة عن العمل وهذه طريقة اللي قد حد منهم يجبر بها كميات من الذهب قد تساعده في, 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 في أمور العامة. هذا حقيقة الذهب اللي يختلف عن الذهب الموجود في الصخور اللي يعود الكميات فيه قليلة نسبيا، اللي هما بعض جرامات من الطن يغير في كميات كبيرة من الصخور، بينما هذا تعود اللي قالوا لي بيبيت اللي هما فيليزات الذهب صافية وحادة تنجبر في التراب بصفة عامة. وماذا عن الإجراءات المتبعة لإسناد التراخيص للمنقبين؟ الدولة وضعت إطار تنظيمي لهذه العملية، أعطت منطقة 1792 كيلومتر مربع، فهاي المنطقة اللي قريمنا حميم المهم تجريت، هاي منطقة كبيرة مع طولها من هون لين وادي الناقة والله وراه، وعرضها شو 30 كيلومتر، إذا إنها منطقة تسع ما شاء الله الناس كاملة، وفيه إدارة ينقالها إدارة مراقبة ومتابعة الفاعلين المعدنيين اللي شرطوا عليها ضرك في العنصر اللي نعاته، هي اللي لا يخلق عندها ابتداء من يوم قديم يوم الاثنين إن شاء الله الحضور للناس اللي تبقي يعطوا لها التراخيص بصفة نهائية. يعني في البداية عدلنا عملية تسجيل أولي عند الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، ودارك نقبل مباشرة الملفات إياك نعطوهم التراخيص. سيد المدير، كم وصل عدد المسجلين الراغبين في الحصول على التنقيب؟ على رخصة التنقيب؟ والله المسجلين كانوا نسبة كبيرة، ولكن هذا كان تحدي أن الناس اللي مستعدة أنها تزاول النشاط، يعني شيء زايد على 16,000 شخص. ولكن العملية لابد لها من رجاج يعود عنده جهاز الكشف عن المعادن، وهذا قد يعود ما هو متاح للناس كاملة. إذا الحين عندنا مكتب نواكشوط يبدأ من يوم قادم، الناس اللي لا تجي للخزينة العامة تخلص مخالصة قدرها 100,000 وقية، اللي قالوا كيتانس يجوا مباشرة للخزينة العامة، ما عينهم يجوا في الوزارة ويكتبوا رسالة، يجوا للخزينة العامة تعطيهم لك المخالصة ويجيبوا جهازهم المجامرة ويجيبوا معاهم بطاقة تعريف الوطنية وأربع صور. يجوا لهذه الإدارة تقبل عندهم الملف في ظرف يومين إلى 3 أيام أكثر شيء يقبلوا تراخيصهم ويمشوا يزاولوا عملهم، يأخذوا على نقطة في الطريق الدرك عند النقطة 170 تقريبا من نواكشوط، يجوهم إلين يتقيدوا عندهم الناس اللي لا تدخل المنطقة. هذا الإجراءات العامة. وراه هو ذم مكتبين لا ينفتحوا في القريب العاجل هذه الأيام إن شاء الله، واحد في نواليبو وواحد في الشامي بالنسبة للناس اللي في نواليبو، الناس اللي في الشمال تبدأ هذا. سيد المدير، هل يتوقف دور السلطات المختصة عند هذا الحد أم يتواصل إلى ما بعد الحصول على الذهب؟ وهل تشري دولة ذهب من المناقبين؟ الدور ما ينحصر عند إعطاء تراخيص، التراخيص عندهم مدة صلاحية وعندهم يقير ذم المتابعة. كم صلاحية التراخيص؟ مدة 4 أشهر اللي هي المدة، وفم مراقبة النشاطات اللي فم بعض المسائل المحرمة واضحة في المقرر اللي المقرر الوزاري، فم أشياء محرم استخدامها، وفم دوريات لا يتعود في المنطقة للتأكد أن الناس اللي عندهم تراخيص هم الموجودين، وأن ما فم أجانب اللي هذا ممنوح فقط للوطنيين،
المسألة الثالثة للتأكد أنهم متابعين المسطرة اللي مقررة واللي لا يلتزمهم بها، هي اللي تراخيص لا بد من التزام من الطالب للإذن، إياك أنه يجبر هذا الإذن. والأخرى قضية، فيه مسائل أخرى اللي هو قضية شراء الذهب لا يعود ذم جهة للدولة، هي المسؤولة عن شراء الذهب بالطريقة العادية، هذا هو اللي يعدل جميع دول المنطقة. ونختار نقول أم اللي، لأن نحن هون قد يعود المسائل مسألة جديدة على الناس، ياسر من قلت التطلع بعض، ما نقول الوعي غير التطلع، أنهم يجل المصالح المختصة يسولوا عنها. هذا اللي قالوا مصلحة الجيولوجيا اللي في وزارة النفط، يجوها الناس اللي جاي من الخارج ويقبلون عنده شماوة من المعلومات، هم أرق عندهم شيء مئات الألاف من العينات الجيوكيميائية اللي فيها هذه المعلومات، اللي ورقنا يبدو تلاقوا يسولوا عنها، هي كانت موجودة، علاش أعطى الفرصة؟ فيه شيء زايد على 1,072,000 كيلومتر من المعلومات الجيوفيزيائية اللي هي الطائرة تقبض معلومات جيوفيزيائية على شكل معلومات يقدر رجاش يستفاد منهم يعرف المناطق. هذا ما بقى حد يدور. شكرا سيد أحمد.